بيكم ريفيو جديد وانت الاهم. النهاردة بقى حبينا نعرفكم ايه الفرق ما بين الذهب الصيني والاستانلس. معنا استاذ احمد هيفهمنا الفرق بالظبط عشان اي حد ما يضحكش عليكم ما بين الفرق ما بين الذهب الصيني والاستانلس. قولنا بقى يا استاذ احمد ايه الفرق؟ الاستانلس ده لونه عمر ما يغير ولا بيغير اي حاجة. طبعا الحية وفراشة ده كده ده كوليه ظهر الحية فراشة ده كوليه ظهر الحية فراشة فراشة. في منه شانيل لون في شكل تاني. قول لي بقى ايه الفرق ما بين الذهب الصيني والاستانلس؟ الصيني بيغير لو قعدتش اسبوع بيغير لونه بيقلب بيصدي. الصيني بيصدي اما الاستانلس عمره ما يغير. الاستانلس بيقعد مده اطول بكتير عن الصيني. والفرق السعر قد ايه؟ هو زي الذهب بالظبط نفس لون الذهب. ده حقيقي لونه زي لون الذهب يعني ما تفرقيوش ما بينه وما بين الذهب. دي فريزاتشي ده ظهر الحيه فريزاتشي. تمام جميله قوي. في انسيال زي كده عنده كوليهات وانسيالات كتيره ده طقم مع بعض ده كده. لو عايزين توفقي عايزه اي لو هي عايزه تجيب قطعه واحده الكوليه لوحده تمام عايزه تجيب الانسيال لوحده تمام عايزه تطقميهم مع بعض شكله شيك جدا. وفي برضه ظهر الحيه اهو ظهر الحيه ساده ده ظهر الحيه بس ساده ما فيهوش اي معاه انسيال رفيع حلو قوي. انسيال كله حجم واحد ولا في احجام مختلفه؟ طولها ايه؟ دي حوالي 50 سم فوق الرقبه. تمام. ده بتلبسه كمان ممكن تلبس سلسله كمان اطول شويه بتبقى زي شكل كده حاجه زي كده بتلبسي اللي هي جرمتو برغالي. بتلبسي ظهر الحية لوحدها دي برغالي شكلها شيك جدا ما تفرقيهاش عن الذهب بس ده استانلس. استانلس اسعارهم بقى عشان هما بيسالونا اسعار يعني مثلا في حدود كام؟ ظهر الحية ده ب 100 جنيه السلسلة دي حلوة قوي. ظهر الحية عرض ب 100 جنيه والبرغالي السلسلة دي ب 150 جنيه ب 150 جنيه والانسيالات ب 70 جنيه. الانسيالات بأي شكل ب 70 جنيه ده عرض ب 70 جنيه بسبعينات اهو ظهر الحية اهو 70 جنيه حلو قوي. ودول 120 جنيه اللي هو فيها الكوليه اللي فيها لعبة في النص يعني ظهر الحية السادة ب 100 جنيه فيها لعبة في النص ايه دي ب 120 جنيه دي بقى تقعد مدة قد ايه يعني؟ أقل من سنة. سنة على ما تغير لونها؟ سنة على ما تغير لونها. لكن اقل من سنه ممكن تيجي ترجعيها عادي. هي احلى حاجه ان لونها قريب جدا من شكل الذهب بالظبط. ضمان سنه معاها ضمان سنه كمان. احمد هيعمل لكم ضمان سنه ان لونها ما يتغيرش يبقى انت واثق بقى ان هي مش هتتغير لونها 100% مش هتغير لونها لمده سنه. ده الفرق ما بينها وما بين الذهب الصيني. الصيني ما بيقعدش اسبوعين ويغير لونه معلوش ضمان. هي الاحلى حاجه ان هو اللون كمان مختلف ويشبه الذهب جدا 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 يعني. الشكل ده شكله جميل قوي ورقيق تحسيه اكنه شبه الذهب بالظبط. وده شكله على الطبيعه. ظهر الحيه ده بس لوحده ب 100 لو في شكل معاه هيبقى ب 150 صح كده وده ب 150. بص شكله. واحمد على طول بينزل كوليكشن كبير يعني هتيجوا هتلاقوا كمان اشكال مختلفه واحنا هنكتب لكم في الكومنت العنوان وازاي تقدروا تروحوا للمحل. وده فيديو حبينا نوريكم الفرق ما بين الاستانلس والذهب الصيني. طبعا الاستانلس بيقعد مدته اطول وهنا كمان عليه ضمان سنه كامله ان لونه مش هيتغير وسعره طبعا تحفه ب 100 جنيه بس والانسيالات ب 70 جنيه. انتظرونا في ريفيو جديد وانت الاهم.